مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم طلاب الأعزاء، طلاب الصف 11 أداب وإنسانيات، مع درس جديد من دروس مادة الرياضيات. درس اليوم إن شاء الله بعنوان مخططات الانتشار وخطوط التطابق. أهداف الدرس اليوم أن يستطيع الطالب استعمال مخطط الانتشار لوصف العلاقة بين مجموعتي بيانات. أين مخطط انتشار؟ أنا من خلال هذا المخطط أوصف العلاقة بين مجموعة البيانات. لو لاحظنا في هذا النموذج بيقول لي في علاقة بين سعر الشاشة وحجم الشاشة. عندي مجموعة شاشات، شاشة 40 إنش و40 بوصة، 42 بوصة. الأربعين بوصة سعرها 1200، الـ42 1400 وهكذا. تمثيل العلاقة بين الاثنين بهذا المخطط، هذا الأربعين بوصة كانت 1200، الـ42 كانت 1400 وهكذا، كل قياس له سعر. بيقول لي في هذا النموذج صف كل أنماط تلاحظها. زي ما احنا شايفين، ملاحظ ان في الجزء الاول هنا كلما زاد حجم الشاشة كلما زاد الايه السعر. هنا من 48 ل50 الزيادة طفيفة في ثمن الشاشة. بقول لماذا تخبرك مجموعة النقاط هذه عن العلاقة بين قياس الشاشة وسعر الجهاز؟ غالبا ملاحظ ان كلما زاد حجم الشاشة كلما زاد الايه ثمن الشاشة. طب بقول لي أين تقع النقطة على مخطط الانتشار لتلفاز قياسه 46 إنش؟ 46 إنش المفروض هيجي تقريبا هنا، يعني لو احنا ماشيين بنفس المعدل هيبقى تقريبا هنا، لكن فين بالضبط مش عارفين. طب والقياس 60 إنش المفروض يعلى أكتر، تمام؟ طيب هناخد مجموعة علاقات وهنحاول نعرف نوع الارتباط بينهم. عند المثال رقم 1 صفحة 21 بيقول لي ما العلاقة بين عدد الساعات بعد شروق الشمس اللي بنرمز لها بالرمز X ودرجات الحرارة اللي هي Y المبينة في مخطط الانتشار أدناء. شايفين هنا لو حطينا عدد الساعات على المحور الأفقي X ودرجات الحرارة على المحور الرأسي Y، هنا في البداية كان درجة الحرارة تقريبا 50 ودرجة الحرارة. ملاحظ ان درجات الحرارة كلما مر الوقت كلما زادت درجات الايه درجة الحرارة. في وقت بتثبت قليلا ثم تزيد تاني، ثم بعد ذلك يعني من الساعة 9 كده الى الساعة بعد الساعة 10 تثبت درجات الحرارة في الفترة دي. يعني واضح ان العلاقة هنا كلما تزايدت عدد الساعات بعد شروق الشمس تزايدت درجات الايه الحرارة. تميل قيم y للتزايد بتزيد x، يعني y بتزيد لما x بايه بتزيد. طالما y بتزيد كلما x بتزيد، هنا نقدر نقول عليه العلاقة بين البيانات ارتباط موجب، فينا ترابط موجب بين ايه بين عدد الساعات بعد شروق الشمس ودرجات الايه الحرارة. طب ده الجزء الاول من السؤال. الجزء الثاني بيقول ما العلاقة بين عدد الساعات بعد غروب الشمس ودرجات الحرارة في المخطط ادناه؟ هذا هو مخطط درجات الحرارة بعد غروب الشمس. ملاحظين ان واضح ان درجات الحرارة بتزيد ولا بتنقص؟ بتنقص، يعني كل ما الساعات تمر كل ما درجات الحرارة ايه تقل. ولذلك بيقول ايه عندما تميل قيم y الى التناقص تتزايد قيم x، يعني هنا y بتنقص لكن x هنا ايه بتزيد، الساعات بتزيد لكن درجات الحرارة ايه بتنقص. وبالتالي كلما تزايدت عدد الساعات بعد غروب الشمس تناقصت درجات الحرارة. هنا نقدر نقول هنا في ارتباط سالب، ارتباط سالب. احنا بنقول عليه ارتباط عكسي. الجزء الاول من السؤال اللي هو نمرة ايه كان ارتباط موجب. لو شايفين
كان ارتباط ايه موجب، لكن الجزء الثاني من السؤال اللي هو بي ارتباط سالب. ناخد الجزء الثالث، بيقول لي ما العلاقة بين عدد الساعات بعد غروب الشمس وكمية المطر المبينة في المخطط أدناه؟ هذا المخطط أدناه، هذا المخطط يبين كمية المطر. واضح إن هنا الكمية المطر أحيانا تزيد أحيانا تنقص، أحيانا تنعدم أحيانا تزيد تنقص تنعدم، يعني واضح إنه لا توجد علاقة بين كمية هطول المطر وعدد الساعات بعد غروب الإيه الشمس. أحيانا يبقى في مطر شديد، أحيانا مطر قليل، أحيانا ما في مطر خالص، وبالتالي بنقول شايفين هنا لا توجد علاقة. طالما فيش علاقة بين X والY تنطبق على مجموعة الأزواج المرتبة اللي موجودة ديت، يبقى هنا لا يوجد إيه ترابط. يبقى إمتى يبقى الترابط؟ لما يكون يا إما بتزيد يا إما بتإيه بتنقص. لو بتزيد يبقى في ارتباط موجب، لو بتنقص يبقى في ارتباط سالب. لو مش عارفين كانت بتزيد ولا بتنقص احيانا كده واحيانا كده، يبقى لا يوجد ايه ترابط. تمام. طيب جايب لي هنا مخطط اهو، شايفينه هنا واضح ان كلما زادت اكس كلما ايه واي بتايه بتزيد، يبقى هنا ارتباط ايه، وهنا نفس هنا مش ملاحظين مره تزيد مره تنقص مش عارفين بالضبط، يبقى هنا في ارتباط او ترابط موجب، وهنا لا يوجد ايه هنا لا يوجد ترابط. طيب الجزء الثاني، فهم الارتباط، كيف يمكن نمذجة العلاقة بين عدد الساعات بعد شروق الشمس ودرجات الحرارة؟ ملاحظين ان هذه العلاقة اللي احنا خدناها من شوي كانت في الجزء ايه، العلاقة بين عدد الساعات بعد شروق الشمس ودرجة الحرارة واضح ان هي بتايه بتزيد. هل نقدر نمزجها بعلاقة خطية ولا لا؟ شايفين بيقول لي عشان نقدر نمزجها بعلاقة خطية لازم نرسم خط الاتجاه. خط الاتجاه هو الخط المستقيم اللي تقريبا كل النقاط او معظمها بتمر به، او معظم النقاط بتبقى حوالين هذا الخط. تمام، شايفين الخط ده اهو، احنا رسمنا خط دلوقتي اهو، تقريبا معظم النقاط بتمر به والباقي النقاط تبقى حوالين هذا الايه هذا الخط. وبالتالي طالما في خط مستقيم بيمر بمعظم النقاط، يبقى هنا توجد علاقة ايه خطية، لان هنا ارتباط موجب وبالتالي توجد علاقة خطية بين درجات الحرارة وعدد الساعات بعد شروق الايه الشمس. بيقول لي عند نمزجة بيانات بينها ترابط سالب، لو هي سالبة يبقى هناك ارتباط سالب، ان لم يكن هناك ترابط فانه لا يمكن نمزجها بدالة خطية. يبقى اللي يمكن نمزجته بدالة خطية الارتباط الموجب والارتباط الايه السالب. في عندي تمرين احاول ان تحل كيف يمكن نمزجه هذا الارتباط. واضح ان ده ارتباط ارتباط سالب، يعني ممكن نرسم خط مستقيم يصل بين معظم النقاط. تمام اهو، بده ارتباط ايه سالب، وبالتالي توجد علاقه خطيه تربط بين درجات الحراره وعدد الساعات بعد غروب الشمس. ده واجب منزلي ان شاء الله. في التمرينين دول مطلوب منك تصف نوع الارتباط، ولو اشكل عليك شيء ممكن ترجع للمثال رقم ايه مثال رقم 1. وبكده نكون وصلنا لنهاية درس اليوم، على امل بلقاء جديد، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.